اول نوع وابسط الانواع هو الاورفيس. الاورفيس بيكون عمليا في ديسك وفي عندي فتحه من هون، هذه اعلى لوس اوف بريشر، اعلى لوس اوف بريشر بصير بهذا السيستم. النوع الثاني عندنا نوزل. النوع الثالث اللي منتشر مستعمل بشكل كبير هو الفنتشوري، بكون في بصير تضيق بالهاي او بعدين بتتوسع مره ثانيه. هذا اسمه فنتشوري. الفنتشوري بعطي اقل لوس اوف بريشر، هذا بعطي اعلى لوس اوف بريشر. المشكله الثانيه كمان في الاورفيس ميت انه هون ممكن يصير في تراكم للسوليدز، فبصير يعني بصير في تراكم للاوساخ. نفس الشيء هون، هون التراكم احتمال التراكم اقل للاوساخ في هذا النوع من الفنتشوري. في عندي بعض ارقام من هون خلينا نحطهم. هذا طبعا ارخص الانواع واسهلها، لكن بسبب 50 الى 90% بريشر دروب من البريشر اللي صار، لوس اوف بريشر. يعني اذا صار دروب اوف بريشر هون مثلا الى قيمه معينه بي، اللوس اوف بريشر بيكون تقريبا نصه اللي هو عالي. وبعطي اكيرسي تقريبا بلس ماينس 5%. قطر الانبوب بعد الاورفيس يكون بيرجع القطر القديم؟ اه بيطلع لنفس القطر السابق، بيرجع نفس الشيء. اذا بتتذكروا شفنا بعض الفلو ميتر، بتتذكروا كيف كان يجي؟ كان يجي هون فلانج وفلانج، وبعدين هون يطلع عندنا الجهاز هذا اللي بقيس اللي عليه الارقام، وهاي الفلانج من هون بتركب مع البايب وبتركب مع البايب. فعمليا هو في النهايه راح يرد يرجع مره ثانيه، بس احنا بنقيس البريشر عند نقطه، عاده بنقيس بعد بشويه صغيره من النقطه هاي، لانه هون بكون في اقل بريشر، اعلى سبيد واقل بريشر. فاللي راح يصير عندنا هون بالفلو راح يرد يرجع هون بعد فتره للفلو الاصلي اللي كان موجود. بعد هاي في مسافه بسيطه بصير هو اقل بريشر. فعند هاي النقطة بنقيس نفس الشيء بالأنواع اللي هون. فنشوف إذا في أرقام عن الدروب بريشر. ما في شيء في بالأبندكس في نهاية ال الأبندكس في نهاية هذا التشابتر الاختلافات بينهم، خلينا نشوف إذا كان نقدر نطلع. هاي في مقارنة بينهم هون. مثلا هاي الأورفيس هون محطوط ممكن يقيس الغازز. الاورفيس جاسز ماكسيمم فلو رينج جاس وغاس، الثلاثه ممكن يقيسوا غاس، بس بعرف شو بصير عاد بالمعادلات اللي احنا حطيناها بسبب الكومبرسيبيليتي. ها البريشر لوس، ها احنا مره طلعنا عليه المره الماضيه مش هيك، من 0.7 ل 200، من 0.7 ل 140 هذا انكيلو باسكال. فالبريشر لوس هون او بريشر دروب من 0.7 الى 200 كيلو باسكال، هون من 0.7 الى 140 كيلو باسكال، واخر شيء هون من 0.7 الى 100 كيلو باسكال. هذا البريشر لوس بالحالات الثلاثه، هذول الثلاث انواع. ماشي، شفنا احنا الفيديو مش هيك تبع